رياضة. والسؤال هو ما هو أكبر ملعب كرة قدم في البرازيل؟ أكبر ملعب كرة قدم؟ ملعب الماراكانا. ملعب الماراكانا في البرازيل. عندك إجابة؟ لو مش الماراكانا عندي إجابة تانية. لو مش الماراكانا عندك إجابة تانية. صح. هي صح. قريب. تقريبا. محمد سوبر هاتريك، الإجابة صحيحة. برافو محمد. 25 نقطة، برافو عليك يا محمد، سوبر هاتريك.